بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا عبر منصات التواصل الاجتماعي في حلقة جديدة من بودكاست الأكاديميات. أنا عبد الله تقي معكم في هذه الحلقة، وضيفنا من العراق الحبيبة. شق طريقه بداية كلاعب، ولكن بعد هذه التجربة أنه كلاعب حب أنه يكمل هذه التجربة ويشوف الواقع اللي عاش فيه كلاعب في فترته في الفترة السابقة مع نفس الفئات والمراحل السنية بإنشاء الأكاديمية. فمعنا اليوم مؤسس أكاديمية العطار ورئيسها السيد علي شاكر العطار. رحب فيك في دولتك، دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتحديد في إمارة عجمان. أمسي عليك أخوي عبد الله، وأمسي على الكادر الجميل اللي خلف الكواليس. إضافة جديدة هذا البرنامج، مع العلم إحنا مشترك للنسخة الثالثة على التوالي. هذه الفقرة بوجودك ووجود الإعلام وإعطاء أكثر فرصة للتعرف على مؤسسي ومدراء الأكاديميات، فهذا إضافة جميلة وسعيدين به. بداية كابتن، دائما اللاعب لما يبتدي في كرة القدم نحن نعرف أنه يبتدي من الحواري، نسميها الفرجان. نفس التجربة كانت معك كابتن؟ والله أكيد، إحنا شعب يعشق كرة القدم، خصوصا أنه يعتبر العراق من الدول الشعبية، يعني حال البرازيل وبقية الدول اللي تهتم بهذه اللعبة، معشوقة الجميع. بدينا أكيد قبل لا أبدأ بالحواري، بديت أنا من عائلة رياضية، والدي لاعب كمال أجسام، وجدي أيضا كان موظف في وزارة الشباب والرياضة، وبالتالي بديناها بالمدرسة على طول يعني. لكن ما كانوا في مجال كرة القدم كابتن. أي أكيد ما كانوا في مجال كرة القدم، وحتى إخواني يعني جميعهم، لكنه صبوا أكثر تركيزهم في الدراسة، على عكسي أنا قدرت أوفق بين الدراسة وهوايتي اللي هي كرة القدم. فبدينا بالابتدائية، يعني دائما كانت الرياضة المدرسية نشطة بذاك الوقت، ووجود منتخب تربيات، وبالتالي قلت لك هذه الانطلاقة الأولى في مجال كرة القدم. كابتن، في فترة من فتراتك كلاعب تعرضت أتوقع لإصابة. نعم. وتغير المركز. أكيد، أنا كنت يعني لاعب مهاري، فبالتالي هم المدربين اللي كانوا يمسكوننا هم اللي يختارون لنا مركز، على أساس أنه نوع الكاريزما الحقيقية أو البنية الجسمانية للاعب. فأنا لأن مهاري يعني أعطوني لاعب الجناح أيسر أو وسط ميدان، واستمريت بهذا المركز يعني ألعب الحين ما لعبت أندية الدرجة الثانية، وبالتالي تعرضت إلى أصابة شديدة بالساق، يعني كسر اللي حتى بعد الشفاء كنت متخوف ألعب. فلاحظني المدرب، تحياتي إلى الكابتن حافظ عبد الرزاق، لاحظني عندي خوف لما عدت للأجواء التمارين والمباريات، فبالتالي اقترح علي أنه أكون حارس مرمى. أنا تفاجأت حقيقة، لكن كيف تقبلتها كابتن؟ بالبداية ما تقبلت، شوف الحين كبرنا وصرنا مدربين، عرفت شنو كان يقصد، استوعبتها يعني استوعبت لما اجى وحط معايير لحراسة المرمى، قال أنت لاعب يعني عندك خفة بالحركة، بالإضافة عندك الألعاب الهوائية، يعني كنت يعني ممتاز بالألعاب الهوائية، فبالتالي قال ممكن أعطيك أساسيات وراح تكون حارس ناجح. فخلص بلشت من اليوم الثاني، وكانت المباراة اللي قادمة يعني صعبة بعد 3 أيام، فأنا كنت يعني مو مقتنع أنه راح أدش حارس مرمى، على العلم أنه أكو 3 حراس مرمى بالفريق. فأعطاني هذه المباراة، كانت ودية والله، يعني تألقت وما شاء الله يعني واستمريت فيها. استمريت وتألقت أكثر من مستواي كلاعب. إلى سنة كم كابتن مارست لعبة كرة القدم كلاعب؟ لحد تقريبا 2004 يعني. 2004 أنا يعني مواليد 80 يعني. فبعد 2004 أتصور بعدها ب3 سنوات. نعم. بالتحديد في تاريخ 29 يوليو أتصور 2007، هذا تاريخ ما ينسي لكل العراقيين. كاس آسيا. شوف أخوي عبد الله، إحنا كان العراق شوية يعيش بعض الأزمات، فترة صعبة، فبالتالي الحمد لله أنه خصوصا أنه في هذه البطولة كنا متعطشين جدا لهذا اللقب، وكانوا الشعب العراقي محتاجينها بشكل كبير، يعني الكل توحد في هذه الفترة. أكيد، هو شوف لا زالت حلاوة هذا الفوز راسخة موجودة لحد الآن، رغم 17 سنة. حتى جيل 2007 لا زال يتمتع بهوية وطنية زين، وإلا تقدير كلش عالي. فيعني هذا التاريخ كان حقيقة بلسم للعراقيين، وتعرف احنا شعب يعشق كرة القدم. فبعد يعني بعد ما أخذنا هذا اللقب، حسيت أنه كرة القدم أكثر من مجرد لعبة، يعني تحديدا بالعراق. ترى أنا ربطت هذا الموضوع في 2007. نعم. تحديدا كاس آسيا، في نفس السنة
افتتحت فيها الأكاديمية. أكيد هي بعد 3 شهور، بعد 3 شهور حبيت أضيف لمسة، على فكرة أنه ما كانت أكو شيء اسمه أكاديمية في العراق. يعني تعتبر أنت كأول أكاديمية كمؤسس الأكاديميات في العراق والنموذج الحي اللي من خلاله كل الأكاديميات اللي تأسست كانت. يعني كابتن أنت نعم. كافحت في هذا الشيء أنك تبتدي البداية. شوف أنا قاعد أطالع يعني الأكاديميات في الفترة الحالية، رغم أنها في أكاديميات أخرى وتبدأ لكن تواجه صعوبات، فكيف أكيد. أنت بديت بأول أكاديمية ولازلت إلى الآن مستمر على هذا النهج؟ أخوي عبد الله إحنا كانت فكرة تطبيق، يعني فكرة الأكاديمية كانت صعبة فتطبيقها يعني عاد الله يعيننا. وأني استشاريت بعض الرياضيين السابقين يعني اللي أكبر من عندي سنًا وتاريخًا، جيت جلست معهم قلت لهم أنا راح أسس أول أكاديمية حتى وأن تكون في إمكانيات متواضعة، لكنه جرأة في اتخاذ القرار، اتخاذ هذه الخطوة. البعض قلت لك البعض يعني شجعني والبعض الآخر حطني معوقات كبيرة، وفعلًا يعني كانت الأكاديمية المشكلة والمعضلة الحقيقية بها هي البنى التحتية، لأن أنت اليوم من تجيب لاعبين لازم تكون لهم بيئة صحية مناسبة وأمنية أيضا تكون مناسبة. فبالتالي قلت لك بديت بمالي الشخصي، يعني مجموعة حدائق بسيطة، ملعب ترابي، بالإضافة إلى كابينات. هذه البداية أنا لما سألت يعني حاولت أجيب معلومات يعني نعم. إن ما شاء الله تملك منشأة رائعة حاليا. الحين أفضل يمكن أقول لك مشابهة لكواترو ولكن تضعفها في المساحة وفي الملعب. هذا اللي وصل يعني. شوف البداية كيف كانت، الله لك الحمد نعم. واستمريت رغم أنا متأكد لأن أي شخص أتكلم معاه في جامعة الأكاديميات يقول نحن نعاني من الملاعب، نحاني من الدعم، البنى التحتية أهم شيء. فرغم ذلك أنك كافحت واستمريت في هذا المجال وبديت بالمشاركات أتصور الخارجية نعم. فبما أننا نحن اليوم موجودين في خليجية كواتر، المشاركة في هذه البطولة بحد ذاتها أنك تستمر فيها، تشارك أول سنة وترجع تشارك في سنة بعدها وترجع الآن ثالث سنة وإن شاء الله للـ70 إن شاء الله بإذن الله، نسأل الله هذا يطول بأعمارنا. فبطولة هذه شو اللي أضافت لكم وكيف شفتوا هذه البطولة؟ تعرف بعد يعني بعد ما أصبحنا نمتلك منشأة رياضية وأكبر منشأة ومجمع رياضي، يعني حتى في منام وفي لاعبين من محافظات، يعني شلون نقول من إمارات ثانية، هم مقيمين داخل الأكاديمية فمتوفرت لهم كل الجوانب الصحية والمنام والتغذية. فشفت انه خلاص لازم ننفتح على الدول العربيه او الدول الخليجيه، وكان يعني اول خطوه في قطر، وكنت معايشه في سباير لمده اسبوع، وبلغ تحياتي الاتحاد القطري اللي كان متعاون بهذا الموضوع. فمن خلال صديق يمتلك اكاديميه ابراهيم الشريم سالت دوله الامارات ممكن انه نحصل نافذه للتواصل معهم، فاعطاني رقم كابتن عبد العزيز تحياتنا له. وأيضا بالعكس يعني قام بدعوتي إلى مركز كواترو واستقبلني خير الاستقبال، وبدت ما نقول بس بدت أيضا الصداقة والتعاون المشترك. من مركز كواترو أخذت كثير من الأفكار اللي كنت محتاجها أنا لتطوير أكاديميتي، وتعرف يعني أنه ممكن يكون سابقنا بالإدارة مركز كواترو. التعاون اللي صار مع نادي برشلونة نعم. أنا سمعت أنه كان في تعاون في 2013 أتصور صح، هذا التعاون كيف صار؟ بناء على شو الأسس اللي اتخذتوا فيها؟ هم نادي برشلونة تعرف عندهم رعاة اليونيسيف، يعني عندهم أعمال خيرية، عندهم صندوقهم خاص بيهم من ميزانيتهم لدعم الشعوب اللي ضررت زين سواء بالحروب أو بالكذا، لكن في مجال رياضي. فبالتالي عن طريق مدير الشباب ورياضة البصرة كان الوسيط بأنه وجود عمل خيري، وانت تعرف أنه أكاديميتي سجلتها أنا كمؤسسة مجتمع مدني لبناء الإنسان من خلال كرة القدم. يعني اليوم إحنا في أكاديمية العطار هي جزء من مؤسسة العطار اللي هي الأم، اللي هي أيضا أنا رئيسة ومؤسسة كمنظمة مجتمع مدني، بالتالي ترعى الأطفال في برامج إنسانية لزرع القيم الإنسانية. اليوم الأكاديمية دورها مش فقط رياضي، مجتمعي، لا ثقافي، مجتمعي وأيضا كل جانب الأخير اللي هو الرياضي. هو قلت لك إحنا نبني الإنسان من خلال كرة القدم. الكرة القدم فيها قيم ومعاني بأنه تعلمك الاحترام والعمل الجماعي وبذل الجهد، بالتالي إحنا نغرس قيم في هؤلاء الأطفال من خلال حبهم. هذا اللي أنا شاهدته في البطولة عند بعض الفئات السنية اللي عندكم، علم العراق، المؤتمر الصحفي. صح، هم عندهم نوع من هذه الثقافة، لأنه هذه ثقافة جميلة هو وطنية. الإنسان حتى الضعيفين بالدراسة
احنا عندنا مدرسين متطوعين ياخذونهم دروس خصوصيه مجانيه اكيد، اللي مو يداوم مدرسه فاحنا بالتالي نرجعه ويداوم في المدرسه. اليوم كذلك في خليجيه كواترو المجلس اتوقع كنت حاضر فيه. نوجه كل التحيه والتقدير لنجوم الخليجي اللي كانوا متواجدين، وانا بذكر اسم واحد لانه له علاقه كبيره لكم انتم، نشأت اكرم تواجد اليوم في مثل هذا المجلس، وتواجده انا لاحظت في صور كذلك مع اللاعبين في الفئات السنيه، هذا كيف يعكس على اللاعبين وخاصه ان نشأت من اللاعبين اللي كانوا الابرز في كاس اسيا 2007، وتصور اذا ما خاب نظام حصل على افضل لاعب في هذه المباراه، رجل المباراه كان اكيد صح. شوف انت اولا انه اختيار مركز كواترو اللي نشأت اكرم اختيار موفق، اختيار موفق على اعتبار شنو؟ على اعتبار هذا الجيل يعشق اكثر لاعبين مؤثرين اللي هم يونس محمود صاحب الهدف وصاحب الاسيست يعني صانع الالعاب اللي هو نشأت اكرم، وبالتالي حتى لو تشوف لاعبيننا من نشروا مع نشأت كتبوا التاريخ والمستقبل، يعني هو اللاعب يصف نفسه بالمستقبل ويصف نشأت اكرم بالتاريخ، هو هذا الدافع المعنوي بوجود هؤلاء اللاعبين كقامات حقيقيه ليكونوا دافع للشباب في المستقبل. رساله حاب توجهها للبعض اللي مفروض يدعمون مثل هذه الاكاديميات، يعني الاتحادات المحليه، رساله لاهالي اللاعبين اليوم. اهالي اللاعبين يعطونكم ثقه كبيره، أكيد تصور لما أكيد يعطيك لاعب وتسافر معه اكيد، فثقه كبيره يعطيها للاكاديميه، فشو الرساله الاخيره اللي تقدمها وشو الهدف الاساسي للاكاديميه اليوم؟ نتاج هذه الاكاديميه 2007 ل 2024 في هدف ورساله واضحه اتوقع نبغي نختم فيها الحلقه. اكيد تعرف انت قلت لك انه كره القدم اكثر من مجرد لعبه في العراق، هي لبناء الانسان، وفي نفس الوقت احنا نهتم بابناء الطبقه الضعيفه اللي ممكن انه اهاليهم صعبه الحياه عليهم، وبالتالي ممكن تكون بيئة مناسبة لاحتوائهم في برامج تربوية ورياضية من خلال الأكاديمية. ثقتي أكيد إحنا اليوم أولياء الأمور شريكين حقيقيين في النجاح، تواجدهم أيضا، إحنا عندنا فعاليات كثيرة لأولياء الأمور. كابتن أقاطعك، الرابط اللي موجود ونقل المباشر بشكل بث مباشر عن طريق خليجية كواترو، هذا يسهل أمور كثيرة أكيد. تعرف أنت أحيانا يعني ولي الأمر يبحث عن صورة يشوف ابنه، دائما يراسلوننا ويأخذون من وقتنا بالضغط، اليوم من تعطيهم رابط خلاص هو يمكن أن يشوف أداء ابنه وأداء الفريق بشكل عام. نذكرنا حق كابتن علي وسعيدين بتواجدك وبتواجد العراق الحبيبة في هذه البطولة، ومثل ما ذكرت إن شاء الله تستمرون في هذه البطولة إن شاء الله. سنة بعد سنة وجودكم يعني حافز للدول الأخرى، المشاركة اليوم هي احتكاك بعيد عن النتيجة وعن تحقيق البطولة، احتكاك لهذه الفئات، تجارب عديدة في خليجية كوادرو. شكرا كابتن عني، ونلتقي متابعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست الأكاديميات، كان معكم عبد الله التقي في هذه الحلقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.